بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سعدني أن نلتقي معا في المحاضرة الثانية محاضرة إحدى محاضرات جغرافية مصر الطبيعية كود المادة 411 أعداد دكتور محمد إبراهيم محمد خطاب مدرس الجغرافيا الطبيعية كلية الآداب جامعة القاهرة درسنا في المحاضرة الأولى الفصل الأول وكان بعنوان الموقع الفلكي والجغرافي والحدود السياسية لمصر ثم بدأنا معا في دراسة الفصل الثاني ودرسنا فيه أول نقطة وهي عن العلاقة بين الجيولوجيا والجغرافيا أو لماذا يجب أن ندرس جيولوجية مصر عند دراسة جغرافيا مصر الطبيعية سنستكمل في محاضرة اليوم إن شاء الله الفصل الثاني وسنبدأ فيه بدراسة الصخور والتكوينات والتطور الجيولوجي للأراضي المصرية في البداية قدر العلماء عمر الأرض بحوالي أربعة وستة من عشرة مليار سنة ويتم تقسيم عمر الأرض تبعا لتطور الحياة إلى أربع حقب أو أربع دهور الحقبة الأولى وهي حقبة اللا أو الحياة المستترة أو الحقبة التي لم يكن أو التي لم نتعرف فيها على وجود أي كائنات حية ثم حقبة الحياة القديمة حقبة الحياة الوسطى حقبة الحياة الحديثة يقابل كل حقبة زمن أو زمنين على الأكثر من الأزمنة الجيولوجية، ويقسم كل زمن إلى مجموعة من العصور، زي كده السنة بنقسم السنة إلى عدد من الشهور، والشهر إلى عدد من الأسابيع، وكل أسبوع إلى عدد من الأيام، فإحنا عندنا الزمن الجيولوجي للأرض أو عمر الأرض الأربعة وستة من عشرة مليار سنة بنقسمه لعدد من الحقب، وكل حقبة قد تشغل زمن أو جزء من زمن أو أكثر من زمن. كما في الشكل اللي أمام حضراتكم فبنقول إذا كان عمر الأرض 4.6 مليار أو بليون سنة فإن معظم عمر الأرض تقع في حقبة اللا حياة أو ظهر اللا حياة أو ظهر الحياة المستترة وبيبلغ عمرها من 570 مليون سنة إلى 4.6 مليار سنة يعني معظم عمر الأرض كانت بتعيش في حقبة اللا حياة ثم بعد ذلك عندنا ظهر الحياة أو حقبة الحياة أو الفانيلوزويك دي عمرها بس 570 مليون سنة فهي فترة قصيرة من عمر الأرض وبتنقسم إلى حقبة الحياة القديمة وتشمل الزمن الأول حقبة الحياة الوسطى وتشمل الزمن الثاني حقبة الحياة الحديثة وتشمل الزمنين الثالث والرابع وكل زمن من هذه الأزمنة بنقسمه لعدد من العصور والجدول ده أو الجدول الجيولوجي بصفة عامة بيقرأ من أسفل إلى أعلى فأقدم العصور في الزمن الأول هو الكامبري ثم الأردفيشي السيلوري الديفوني الكربوني أو الفحمي ثم البرمي بالمثل الزمن الثاني الترياسي الجوراسي الكريتاسي ثم الزمن الثالث الباليوسين الإيوسين الأولوجوسين المايوسين البلايوسين الزمن الرابع وانقسم إلى عصرين هما البلايوستوسين والهولوسين أو الزمن الحديث في تقسيمات أخرى لا داعي لذكرها وبيوضح الجدول الجيولوجي المبسط دوت الفترة الزمنية لكل زمن من هذه الأزمنة السؤال أين كانت مصر بالنسبة لنظريتي الزحزحة القارية لفيجنر والألواح التكتونية لهيس ونظريتين دول أنا درستهم لحضراتكم في مقرر جغرافية البنية والتضاريس في الفرقة الأولى فبالنسبة لنظرية الزحزحة القارية أو الإنجراف القاري فنتذكر معا أن العالم فيجنر قال أن العالم كان عبارة عن كتلة واحدة أطلق على هذه الكتلة اسم قارة بنجايا كتلة متلاحمة كانت تقع عند القطب الجنوبي وأطرافها الشمالية تقع عند دائرة خط الإستواء. ثم تعرضت هذه الكتلة من حوالي 200 إلى 250 مليون سنة لحركات أرضية قوية أدت إلى تكسيرها لعدد من الكتل الأخرى وبدت هذه الكتل في التحرك. فأين كانت مصر؟ مصر كانت جزء من الكتلة العربية الإفريقية فمصر تبع لنظرية فيجنر هي جزء من الكتلة العربية الإفريقية والأنيميشن اللي قدامنا ده بيوضح مصر هنا أهيت في المكان ده فهو جزء من الكتلة أدي إفريقيا قارة إفريقيا والعربية شبه الجزيرة العربية والكتلة دي تعرضت للتكسر فانفصلت شبه الجزيرة العربية عن قارة إفريقيا بواسطة البحر الأحمر وخليج العقب اما بالنسبه لنظريه الالواح التكتونيه فمصر تقع ضمن اللوح الافريقي او الافريكان بليت وسواء كانت مصر جزء من الكتله العربيه الافريقيه او من اللوح الافريقي فقد نمت مساحتها وزادت على مر التاريخ بمعنى ان مصر لم تكن عبر التاريخ بهذه المساحه او ان الاراضي المصريه لم تكن قد خلقت كامله عند نشاه الارض. وإنما تطورت الأراضي المصرية عبر عدد من الأزمنة والعصور الجيولوجية فقد نمت وزادت مساحتها وترسبت فوقها الصخور بأنواع مختلفة خلال العصور الجيولوجية المختلفة بل يجب أن أقول أن مساحات كبيرة من الأراضي المصرية كانت مغمورة تحت مياه بحر قديم ويعرف ببحر تيسز اللي هو بنقول عليه من الناحية الجيولوجية أنه جد البحر المتوسط كما في الأشكال التي أمام حضراتكم فالأشكال دي الخط الشرط الحمراء دي بتوضح الأراضي المصرية في الوقت الحاضر اللون الأزرق ده بيوضح أن مصر في عصر الإيوسين أحد عصور الزمن الثالث كانت تحت معظمها تحت مياه بحر تيسز وأن هذا البحر كان متغير في غمره للأراضي المصرية فطارة يغمرها وطارة يتراجع عنها فبالتالي نجد أن الأراضي المصرية خلال العصور الجيولوجية لم تكن على شكل واحد فبالتالي نمت الأراضي المصرية نتيجة لغمر بحر تيسيز وانحصاره للأراضي المصرية عبر عصور وأزمنة جيولوجية، إزاي بنقول كان يحدث في بداية معظم العصور الجيولوجية اللي ذكرناها من شوية كان بيحدث تغير وتطور في أرض مصر نتيجة لغمر بحر تيسيز اللي هو جد البحر المتوسط، فلو افترضنا إن أرض مصر هي اللي باللون الأحمر ديت وصخورها ناريه ومتحوله على اعتبار ان ارض مصر جزء من الكتله قديمه هي الكتله الافريقيه النوبيه او العربيه النوبيه فارض مصر ديت وكان بحر تسز يقع الى الشمال منها فكان يحدث في بدايه العصر الجيولوجي ارتفاع لمنسوب بحر تسز او انخفاض لارض مصر فحينما يرتفع بحر تسز فيؤدي ذلك الى غمره لمساحات كبيره من الاراضي المصريه هذا الغمر كان يظل لملايين السنين بيعيش في البحار ديت كائنات بحريه وبياتي اليها رواسب من القارات وبتلقى في البحر مع مرور الزمن كائنات بحريه بتموت بمليارات بل مليارات المليارات بتموت وتتحلل زي ما الانسان ما بيموت وبيتحلل فبتبدا لما تتحلل تترسب في قاع هذا البحر فلما تترسب يتكون ليا احد انواع الصخور الرسوبيه واللي كان في معظمها صخور الحجر الجير يحدث بعد ذلك في نهايه العصر او في بدايه عصر جديد انخفاض لمستوى بحر تيسز وارتفاع للاراضي المصريه فتترسب فوق ارض مصر طبقه من الصخور اللي هي في اللون هنا هو واخده مثلا اللون الاصفر ده فدي صخور الصخور دي ترسبت نتيجه لغمر بحر ايه تيسز طب من اين علمنا ان هذه الصخور ترسبت في بحر او في محيط تبعا لخصائص هذه الصخور فحينما نجد في داخل هذه الصخور بقايا لحفريات هذه الحفريات تمثل اسماك وحيتان وغيرها من الكائنات البحريه واسطاف بحريه وغيرها فدليل ذلك على ان البحر كان يغمر هذا المكان وان هذه الصخور كانت تمثل قاع بحر في الماضي فالحاضر مفتاح الماضي من خلال الحاضر ومن خلال رؤيتنا لبقايا لحيتان وبقايا لاسماك على مسافات كبيره من البحر ده دليل على ان المنطقه دي كانت تتعرض للغمر البحري في فترات سابقه ومع تأريخ هذه الحفريات نجد ان هذه الحفريات ترجع لزمن معين او لفتره زمنيه معينه من النظر للجدول الجيولوجي فبنرجع الفتره دي الى عصر وليكن عصر الايوسين او عصر المايوسين او الى غيره من الايه من العصور ودليل على كده ايه عندنا في غرب منخفض الفيوم الى الجنوب من البحر المتوسط بمسافه تصل الى اكثر من 250 كيلو متر بنجد وادي الحيتان وادي فيه حفريات من الحيتان من اين اتت هذه الحيتان هذه الحيتان لم تاتي من اي مكان وانما البحر الذي كان يغمر هذه المنطقه في عصر الايوسين من 35 مليون سنه وماتت في قاعان هذا البحر الحيتان وحفرت وتحللت وبقيت بقاياها في داخل الصخور يحدث في عصر اخر ارتفاع لبحر تيسيز مره اخرى يغمر جزء من الاراضي المصريه تعيش كائنات حيه رواسب تاتي بها عوامل التعريه الخارجيه تلقي بها في داخل هذا البحر فيترسب لدينا طبقه اخرى من الصخور الرسوبيه بناء على خصائص هذه الصخور نستطيع ان نتعرف على خصائص مصر في فتره ترصيب هذه الصخور وظل هذا المص ظل آه هذا الامر من غمر وتراجع لبحر تيسيز عبر عدد كبير من السنين وعبر عدد من العصور الجيولوجيه الى ان تكونت الاراضي المصريه وكان نتيجه لذلك ان ظهرت خريطه مصر الجيولوجيه اللي امام حضراتكم وهذه الخريطه بنقراها من اسفل لاعلى فالاسفل هو الاقدم فهي صخور ارقيه تاخذ هذا اللون. ثم بعد ذلك تكوينات ما قبل الكربوني تكوينات الكربوني والعصور الجيولوجية المختلفة هندرس جيولوجية مصر من خلال موضوعين رئيسيين الموضوع الأول وهو الصخور والتكوينات الجيولوجية وتطور الأراضي المصرية خلال الأزمنة والعصور الجيولوجية المختلفة الموضوع الثاني هندرس فيه البنية الجيولوجية لمصر من خلال دراسة أقاليم مصر البنائية الصدوع التي أثرت في أرض مصر الطيات الموجودة فوق الأراضي المصرية هندرس الصخور والتكوينات الجيولوجية من خلال عدد من الموضوعات قد توجد هذه الموضوعات في كل العصور وقد تختفي من بعض العصور ازاي هندرس المساحة بحيث نعرف الصخور دي موجودة في مساحة قد ايه توزيع الجغرافي موجودة فين بحيث لما نسافر اي مكان في الاراضي المصرية نعرف الصخور الموجودة في هذا المكان نوعها ايه وترجع لاني عصر من العصور ثم اهم اهم انواع الصخور الموجوده لان في العصر بيوجد عدد من الصخور الرسوبيه ممكن نلاقي رمل وجير وتبشير وغيرها من الصخور الرسوبيه وطين ممكن نلاقي صخور ناريه ومتحوله بانواع مختلفه ثم الاهميه الاقتصاديه ان وجدت فبعض الصخور الاهميه الاقتصاديه بنحصل منها على معادن او احجار كريمه او احجار غاليه الثمن ثم بعض الملاحظات المهمه والعامه ملحوظة بعض المساحات الواردة في هذا الكتاب وهذه المحاضرات تختلف عن الموجودة في بعض المراجع السبب في كده لأنني اعتمدت على أحدث الخرائط الجيولوجية لمصر وهي خريطة عام 1982 أيضا تم القياس بشكل آلي دقيق فهنجد أن الأرقام الموجودة هنا مختلفة اختلاف بسيط عن بعض المراجع الأخرى أول صخور صخور ما قبل الكمبري الكمبري هو أول عصر في عصور الزمن الأول فاحنا بنقول صخور ما قبل الكمبري يعني صخور ما قبل الزمن الأول أو صخور الزمن الأرقي أو ظهر اللاحية يعد الزمن الأرقي أو ما قبل الكمبري هو أطول الأزمنة الجيولوجية لأن عمره يتراوح ما بين 4 من عشرة مليار سنة إلى 570 مليون سنة فهو معظم عمر الأرض يعرف أيضا بما قبل الكمبري لأنه يضم كل عصور ما قبل الزمن الأول وهي أقدم الصخور الموجودة على سطح الأرض بصفة عامة وعلى سطح أرض مصر بصفة خاصة لم تكن هناك أي صورة من صور الحياة في هذا الزمن لذا سمي بظهر اللا حياة أو الحياة المستترة مرت الأرض خلاله بمراحل من الغازية إلى السائلة ثم تصلبت قشرتها الخارجية مساحة صخور ما قبل الكامبري تبلغ حوالي 10% في من مساحة مصر يعني حوالي 10.000 كيلومتر مربع وهذه الصخور وان كانت تظهر في 10% من مساحه مصر نشوفها كده بعينينا في 10% الا انها توجد في باقي الاراضي المصريه ولكنها مدفونه تحت الصخور الاحدث مش احنا قلنا بحر التسس كان بيغمر فارض مصر اهي دي الصخور الناريه والمتحوله اللي ترجع لزمن الارقي فبتظهر في 10% فقط من الاراضي المصريه وتختفي اسفل الصخور الاحدث في باقي الاراضي المصريه فبالتالي هذه الصخور مثلت الاساس الذي بنيت عليه الاراضي المصريه زي اللبشه بتاعه اي عماره هي الاساس اللي هيتبني عليه بعد كده العماره دي فالصخور الناريه المتحوله اللي بترجع للزمن الارقي في مصر هذه الصخور هي الاساس او البيزمنت روك الذي بنيت فوقه باقي الاراضي المصريه اهم انواع الصخور اللي بترجع للزمن الارقي عندي صخور ناريه ومتحوله من اهمها الجرانيت البازلت الرخام التوزيع الجغرافي لها بنجد انها بتتوزع في خمسه في خمس مناطق رئيسيه المنطقه الاولى في مثلث جبال البحر الاحمر في الصحراء الشرقيه المنطقه الثانيه مثلث جبال جنوب سيناء المنطقة الثالثة في منطقة الجندل الأول وخانق كلبشة في وادي النيل في جنوب أسوان كده المنطقة الرابعة في جبل العوينات في جنوب غرب مصر المنطقة الخامسة في عدد من المناطق والتلال المتناثرة في جنوب الصحراء الغربية في مصر أو ما يعرف باسم التضاريس المبعوثة في جنوبي الصحراء الغربية. الصورة اللي قدامنا بتوضح جبال البحر الأحمر في الصحراء الشرقية أما عن الأهمية الاقتصادية لصخور الزمن الأرقي فأنا قلت إن أهم الصخور هي الجرانيت طبعا الجرانيت كلنا عارفين إنه غالي الثمن وكتير بنستخدمه في البناء وفي اسف في آه توضيب وتجهيز الشقق والفيلات ايضا بتحتوي صخور الزمن الارقي على عدد كبير من المعادن من اهمها الحديد والذهب يكفي ان منجم السكري كاحد اهم عشرة مناجم للذهب في العالم هو يوجد في جبال البحر الاحمر في الصحراء الشرقيه ضمن صخور الزمن الارقي فبالتالي تحتوي على معادن غاليه الثمن منها الحديد الذهب الرصاص الفضه يوجد بها ايضا احجار غاليه الثمن مثل الرخام والجرانيت والبازلت واحجار كريمه مثل الزمرد والزبرجد كده خلصنا الزمن الارقي هندرس الزمن الاول او زمن الحياه القديمه او الباليوزويك يتكون الزمن الأول من ستة عصور هي من الأقدم إلى الأحدث الكامبري الأردوفيشي السيلوري الديفوني الفحمي أو الكربوني الاثنين العصر ده لنفس الاسمين الفحمي أو الكربوني ثم البرمي. حتى سنة 82 كان بيعتقد لأن السنة دي اللي ظهرت فيها خريطة مصر الجيولوجية الحديثة كان بيعتقد أن الزمن الأول ملوش صخور على أرض مصر إلا صخور العصر الكربوني ولكن بعد عام 1982 اتضح أن في صخور أخرى ترجع إلى ما قبل العصر الكربوني وإلى ما بعد العصر الكربوني مساحة صخور الزمن الأول تبلغ حوالي 1.3% من, من جملة مساحة مصر فهي مساحة صغيرة حوالي 13 ألف كيلومتر إيه 1300 كيلو مربع مش 13000 ألف اسف 1300 ألف كيلو مربع فهي مساحه صغيره للغايه من الاراضي المصريه انواع الصخور صخور الحجر الرملي والطفل والحجر الجيري مع وجود بعض بقايا نباتيه متحجره توزيع الجغرافي بتوجد في منطقه ام بجمه ووسط وغرب سيناء متناثره كده بقع متناثره توجد في منطقه وادي عربه بين الجلاله البحريه والجلاله الابليه على خليج السويس توجد حول جبل العوينات هذه الصخور ترسبت في وسط بحري فلعلك تتساءل عزيزي الطالب هل البحر غمر هذه المناطق فقط ام غمر كل الاراضي المصريه فهذا السؤال طرح على الجيولوجيين فهل تم غمر جميع الاراضي المصريه في الزمن الاول ثم تم إزالة التكوينات في العصور التالية وما بقي من هذه التكوينات يوجد في منطقة وادي عربة وسط سيناء وأم بوجمة وحول العوينات أم أن كان غمر بحر تيسس في العصر الكربوني كان في شكل أزرع مائية أو خلجان ويقول الجيولوجيين أن غمر بحر تيسس كان في شكل أزرع بحرية أو خلجان كانت توجد في هذه المنطقه وتوجد في خليج في هذه المنطقه في غربية مصر وخليج اخر في منطقه خليج السويس وتقدر الاشاره الى ان خليج السويس هو احدث في النشاه فلم يكن موجود من قبل وكانت منطقه ام بوجمه ومنطقه وادي عربه جزء واحد متصل بعده مع بعض. الاهميه الاقتصاديه لصخور الزمن الاول بنقول على الرغم من ان العصر الكربوني في كل العالم. هو العصر الذي توجد به تكوينات الفحم إلا أنه في مصر لا يوجد فحم يرجع للعصر الكربوني ولكن يرتبط بتكوينات الزمن الأول أحد المعادن المهمة للغاية وهو معدن المنجنيز ويتم استخراجه من منطقة أم بوجمه وينقل عبر التلفريك لمصنع أبو زنيمه على ساحل خليج السويس في سيناء لتنتج سبائك المنجنيز وتصدر للخارج والمنجنيز من المعادن المهمة لأنه يدخل في صناعة الفولاذ والصلب والسبائك المعدنية بهذا نكون قد انتهينا من تكونات الجيولوجية والصخور للزمن الأرقي والزمن الأول هنبدأ ندرس الزمن الجيولوجي الثاني يتكون الزمن الجيولوجي الثاني من ثلاثة عصور هي من الأقدم للأحدث الترياسي الجراسي الكريتاسي العصر الترياسي عصر غير مهم لأن مساحته تقتصر على 43 كم مربع صخوره توجد في منطقة عريف الناقة اللي النقطة الزرقاء دي أكبر من منطقة عريف الناقة بس أنا مكبرها عشان تظهر ليكم لحضراتكم في الخريطة فهي صخور لا تتعدى مساحة 43 كم مربع قريبة من الحدود بين مصر وفلسطين المحتلة الصخور بتاعته صخور حجر جيري الأهمية الاقتصادية ليس لها أهمية اقتصادية كبيرة لأن صخور الحجر الجيري من الصخور المنتشرة انتشار كبير جدا في الأراضي المصرية فبالتالي اللي خلينا نروح بعيد قوي كده عشان نستغل صخور حجر الجيري الموجودة على عصر الترياس التكوين الثاني هو تكوين العصر الجوراسي المساحة حوالي 2.2 من عشرة في المية من مساحة مصر التوزيع الجغرافي يوجد تكوينات الجوراسي في عدد من المناطق منها مناطق متفرقة في هضبة الجلف الكبير بقع متناثرة كده مناطق متفرقة في الحفات بتاعة وادي قنا طبعا لو حافظين خريطة مصر التدريسية بشكل جيد ده يساعدنا في معرفة الأماكن أيضا يوجد في منطقة جبل المغارة في شمال سيناء ويوجد في منطقة جبل أبو رواش في غرب القاهرة ولعلك تتساءل أيضا عزيزي الطالب لماذا يوجد في منطقة جبل أبو رواش وجبل المغارة بعيد أوي منطقتين بعاد أوي وعن جنوب مصر وعن منطقة وادي قنا السبب في ظهور هذه التكوينات في هذه المناطق يرجع إلى تعرض هذه المناطق الثلاث منطقة حفات وادي قنا ومنطقة جبل أبو رواش ومنطقة جبل المغارة لحركات أرضية أدت إلى صعود هذه التكوينات إلى أعلى وانكشافها بعد أن كانت مغمورة أو موجودة أسفل تكوينات أحدث نوع الصخور صخور رملية ومرلية الأهمية الاقتصادية إن إحنا عندنا جبل المغارة موجود في تكوينات الفحم وهو فحم رديء للغاية بينتج عنه ملوثات عالية مرتفع في رطوبته منخفض في جودته وفي الحرارة التي تنتج عن حرقه ولكن هي الفحم الوحيد اللي موجود في مصر فبيتم استغلاله ويتوقف استغلال المنجم في فترات ويعمل في فترات أخرى مما سبق اتضح أن مصر سواء في الزمن الأرقي أو الأول أو حتى في منتصف حتى منتصف الزمن الثاني لم يتعرض أرض مصر لأي غمر بحري كبير وإنما تعرضت لبعض الألسنة والخلجان البحرية سواء في العصر الترياسي أو في العصر الجراسي وبالتالي كانت أرض مصر نهبا سائغا أمام عوامل التشكيل السطحيه من سواء انهار او رياح قامت هذه الانهار والرياح بتخفيض سطح الاراضي المصريه فترتب على هذا التخفيض حدوث انخفاض في ارض مصر وارتفاع في بحر تيسس في العصر الكريتاسي ومن المعروف ان العصر الكريتاسي زي ما واضح قدامنا في الخريطه اللي امام حضراتكم كان عصر ارتفاع مستوى سطح البحر في العالم ككل وليس في بحر تيسس فقط فترتب على ذلك ارتفاع بحر تيسيز في ظل انخفاض الاراضي المصريه فغمر بحر تيسيز كل الاراضي المصريه او 90% من الاراضي المصريه بل وغمر ايضا شمال السودان فكانت الاراضي المصريه 90% منها مغمور تحت مياه بحر تيسيز و 10% ومساحات كبيره من اراضي السودان مغموره ايضا تحت بحر من اراضي شمال السودان مغموره تحت مياه بحر تيسيز. وان 10% فقط من ارض مصر هي التي لم تكن مغموره. ترتب على ذلك ان في العصر الكريتاسي ترسبت صخور تبلغ مساحتها 90% من مساحه مصر. هذه الصخور ترجع الى العصر الكريتاسي ما يظهر منها فقط فوق سطح مصر هو 26% وفي باقي مصر هي مغموره تحت او مترسبة اسفل او توجد اسفل الصخور الخاصه بالتكوينات الاحدث سواء في الزمن الثالث او الزمن الرابع. فبتظهر تكوينات الكريتاسي في او توجد في 90% من ساعات مصر وتختفي فقط في منطقه ظهور الصخور الناريه والمتحوله بتاعت الزمن الارك. نشوف صخور تكوينات الكريتاسي في 26% من ارض مصر نشوفها راي العين. اما في باقي الاراضي المصريه فبنجد ان الصخور التي ترجع لعصر الكريتاسي توجد اسفل الصخور الاحدث. بنقسم الكريتاسي إلى عصرين هما الكريتاسي نظرا لاختلاف خصائص الصخور فبنقسمه إلى فترتين الفترة الأولى تكوينات الكريتاسي الأسفل والفترة الثانية تكوينات الكريتاسي الأحدث أو الأعلى الكريتاسي الأسفل أو الأقدم يعرف بصخور الحجر الرملي النوبي أو الخرسان النوبي ليه؟ لأنها بتتكون من حجر رملي وموجودة في جنوبية مصر فمعروف إن المنطقة الجنوبية من مصر كانت بتعيشها قبائل النوبة فعشان كده بنسميها منطقة النوبة فبتوجد في جنوبي مصر صخور الحجر الرملي النوبي اللي بترجع الى الكريتاسي الاسفل بتظهر في قد ايه في 22% من جمله مساحه مصر وهي مساحه كبيره جدا سواء في هضبه الجلف الكبير او هضبه العبابده الرمليه كما توجد ايضا في اجزاء من هضبتي العجمه والتي في سيناء الصخور دي بيبلغ سمكها حوالي 500 متر فهو سمك كبير جدا تتالف من الحجر الرملي خاليه من الحفريات نظرا لوجود هذه الصخور اعلى الصخور الناريه والمتحوله اللي هي صخور الاساس بتاعت الزمن الارقي فموجود فوقها صخور الحجر الرملي النوبي صخور الارقيه الناريه والمتحوله من المعروف انها صخور صماء يعني بتحجز الميه مسميتها منخفضه نفذيتها منخفضه فنتيجه لكده مثلت صخور الحجر الرملي النوبي خزان للمياه الجوفيه لمصر لان مصر شهدت عدد من العصور المطيره فالميه بتتوغل من اعلى وتتسرب من اعلى الارض الى الاسفل تبدا تسير عبر الطبقات الجيولوجيه المختلفه الى ان تحتجز في صخور الحجر الرملي النوبي سبب احتجازها الايه ان الرمل بينه وبين بعضه مسام المسام دي هتحتجز فيها الميه وبيوجد اسفل صخور الحجر الرملي النوبي صخور بلوريه صماء عشان كده نجد في الصحراء الغربيه العديد من الابار والابار دي كتير من المية بتاعتها جاية من صخور الحجر الرملي النوبي أما الجزء الثاني من العصر الكريتاسي فهو الكريتاسي الأعلى ويعرف أيضا بالتكوينات الطباشيريه دي بتظهر في حوالي 4% من مساحة مصر فقط وبتوجد أسفل التكوينات الأحدث في مساحات كبيرة من الأراضي المصرية يتكون من صخور الحجر الجيري التبشيري والسلسال يزيد سمكه على 500 متر تكسر بها الحفريات البحرية وهياكل الحيوانات التوزيع الجغرافي بيتوزع في شمال هضبه الجلف الكبير علي الاطراف الشماليه لهضبه الجلف الكبير وفي اجزاء من منخفضي الواحات البحريه والفرافره ايضا توجد في اجزاء من هضبتي العجمه والتيه يوجد في منطقه السبعيه والمحاميد في وادي النيل يوجد في سفاجه والاسير علي البحر الاحمر الاهميه الاقتصاديه ان احنا بنستخرج منه الفوسفات والصوره اللي قدامنا دي اللي فوق ديت بتوضح منجم الفلوسفات في هضبه ابو طرطور في الصحراء الغربيه هندرس دلوقتي تكوينات الزمن الثالث بنقول تعد تكوينات الزمن الثالث من التكوينات المهمه في الاراضي المصريه لانها تمثل 37% من ارض مصر وهي مساحه كبيره للغايه بينقسم الزمن الثالث الى خمسه عصور هي عصر الباليوسين ثم الايوسين الالوجوسين المايوسين البلايوسين. البلايوسين ألف لام به لم ألف يه واو سين يه نون عشان يعني في خطأ مطبعي متكرر في المحاضرة لو, لو تلاحظ معايا كده في خط أحمر في هذا الشكل الخط الأحمر دوت تحته أربع عصور والعصر الأوسط اللي هو عصر اللوجوسين موجود أعلاه السبب لأن تعرضت الأراضي المصرية خلال عصور الزمن الثالث لغمر بحري متباين في المساحة اللي بيغمرها فكان هناك أربع عصور هي الباليوسين والإيوسين والمايوسين والبلايوسين حدث فيهم غمر بحري في حين عصر الأليوسين لم يرتفع بحر تيس ليغمر الأراضي المصرية وإنما كانت أرض مصر في منكشفة للعوامل الخارجية تعال نسمع بعض تكوينات عصر الباليوسين أو التي تعرف بطين إسنا أو طفل إسنا نسبة لوجود وتركز القطاع النموذجي لهذه التكوينات في منطقة إسنا في جنوب شرق ثانية قنا وإلى الشرق من الأقصر. التكوينات بتاعة تين إسنا هي اللي واخدة اللون الأحمر دوت. هذه التكوينات متبا... تتكون من الطين أو الطف متباينة في سمكها فيتراوح سمكها بين عدة أمتار و200 متر. السبب في ذلك؟ لأن هذه التكوينات تكوينات ضعيفة المقاومة لعمليات التعرية والنحت فبالتالي نجدها في بعض المناطق نحتت بسهولة ويسر وفي مناطق أخرى لم تستطع عمل التعرية إزالة كل هذه التكوينات التونية وكانت محفوظة تحت التكوينات الأحدث فبتظهر بإيه؟ بسمك كبير توزع فين؟ بتتوزع في على هوامش الشمالية لهضبة الجلف الكبير والهوامش الجنوبية لهضبة الإيشينية الوسطى وفي أجزاء من منخفضي الفرافرة والبحرية أيضا في أجزاء من وادي النيل في منطقة إسنا في أجزاء من حفات وادي قنا في أجزاء من هضبتي العجمة والتي في شبه جزيرة سيناء. الصورة اللي أمامنا بتوضح القطاع النموذجي لطفل إسنا في محمية الدبابية في إسنا عند الأقصر. ملوش أهمية معدنية أو أهمية اقتصادية ولكن لتكوينات طفل إسنا وتين إسنا أهمية جيمورفولوجية فنظر أنها تكوينات ضعيفة فهذا الضعف ساعد على نشأة العديد من الظاهرات الجيمورفولوجية، فساعد على حفر منخفضي الفرافرة البحرية وساعد على حفر منخفضي الدخلة والخرجة أيضا ساعد في حفر العديد من روافد وادي قنا وساعد في حفر العديد من روافد وادي العريش العصر الثاني عصر الإيوسين وعصر الإيوسين من العصور المهمة في مصر هو ثاني العصور من حيث المساحة بعد العصر الكريتاسي ليه لان بتمثل تكويناته 19% من مساحه مصر او تقريبا خمس مساحه مصر ترجع الى هذا العصر حدث في عصر الايوسين ارتفاع كبير لمستوى سطح بحر تيسز وانخفاض في سطح الاراضي المصريه فغمر بحر تيسز مساحات كبيره من الاراضي المصريه ووصل في غمره الى القرب من اسوان او الى الشمال من اسوان تبلغ سمك تكويناته حوالي 700 متر وهو سمك كبير للغايه وان دل على شيء فيدل على الغمر الكبير لبحر تيسز وعلى ان بحر تيسز كان محيطا عظيما في عصر الايوسين غمر بحر تيسز لم يكن على وتيره واحده وانما غمر غمرا بسيطا ثم غمرا كبيرا ثم بدا يتراجع بحر تيسز في اواخر عصر الايوسين لذا بنقسم عصر الايوسين وتكويناته الى ثلاث فترات الايوسين الاسفل الايوسين الاوسط الايوسين الاعلى الايوسين الاسفل بيتكون من الحجر الجيري مع وجود شرائح من السلص... من الصوان ووجود تداخلات من الصلصال والمر بتكسر به حفريات او كائنات حيه كانت بتعيش في الماضي وماتت ورسبت في داخل صخوره هذه الحفريات تعرف باسم قروش الملائكه او النومولايت تمام لذا يعرف صخور الحجر الجيري النيموليتي والصوره اللي قدامنا دي بتوضح حجر جيري وجواه عقدة اهيت وشرائح من الشرت او الصوان وهي واخده بشكل كوره وبعضها كبير واصل الى متر واكثر من المتر تكوينات الايوسين الاسفل تعرف بتكوينات طيبه وسماها بهذا الاسم العالم الجيولوجي الشهير رشدي سعيد نسبة إلى طيبة أو الأقصر تتألف أساسا من الحجر الجيري الذي تكسر به شرائح وكتل الصوان، التكوين الثاني الايوسين الاوسط او تكوين المنيا وهو حجر جيري ناصع البياض نقي وده اللي احنا بناخد منه الاحجار الطوب الابيض ده اللي بنستخدمه حاليا في بعض المباني، ثم تكوينات الايوسين الاعلى وهذه التكوينات تتكون من الحجر الجيري مع وجود نسبه كبيره من الرمال وارتفاع نسبه الرمال دليل على ان بحر تيسيس كان في اتجاهه الى التراجع والانحسار عن الاراضي المصريه. والصوره اللي امامنا ديت في منطقه وادي دجله في شرق القاهره فلان هو بيتركز في الاطراف الشماليه من هضبه المعازه الجيريه وهضبه الـ 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 الوسطى في الصحراء الغربيه. توزيع جغرافي لصخور الايوسين في الصحراء الغربيه عندنا الهضبه الجيريه الايوسينيه الوسطى في الصحراء الشرقيه عندنا الهضبه هضبه المعازه الجيريه في سيناء عندنا أجزاء كبيرة من هضبتي العجمة والتي الأهمية الاقتصادية لصخور الحجر الجيري لها أهمية كبيرة للغاية فهو مصدر رئيسي لأحجار البناء الجيرية في مصر وخاصة منطقة محاجر المنيا وصملوط وطريق الشيخ فضل في محاجر كتيرة جدا بنجيب منها الحجر الطوب الجي... الأبيض ده البلوكات البيضاء دي أيضا استخدمها الفراعنة في بناء الأهرامات والعديد من المعابد بالاضافه الى ان العديد من القناطر على نهر النيل مثل قناة نجا حمادي والقناطر الخيريه بنيت من صخور الحجر الجيري الصلب نوع معين من صخور الحجر الجيري الصلب حتى لا تذوب في المياه بسهوله. ثالث حاجه تعد مصدر رئيسي لصناعات الاسمنت وبعض مستحجرات التجميل ومعجون الاسنان والصابون ولذا لا عجب من وجود عدد من مصانع الاسمنت في هضبه المعازه الجيريه فنجد شرق القاهرة مصنع القطامية وأسمنت تورة وأسمنت حلوان وأسمنت بني سويف وأسمنت أسيوط وغيرها أسمنت سوهاج وغيرها من المصانع الأسمنت المنتشرة في هضبة المعازة الجيرية في حين لا نجد هذا الأمر في جنوبي الصحراء الشرقية في هضبة العبابدة أو في هضبة الجلف الكبير أيضا فيها محاجر الحجر الجيري الصلب الذي يستخدم الآن كدرجات للسلم تكونات عصر الإليوجوسين وهو ثالث عصور الزمن الثالث ماذا حدث في عصر اللوجوسين؟ حدث في اواخر عصر الايوسين تراجع لبحر تيسز ناحيه الشمال فانكشفت الاراضي المصريه فكانت ارض مصر او معظم الاراضي المصريه حتى دائره عرض منخفض الفيوم كانت منكشفه تماما. تعرضت الاجزاء الشرقيه لمثل حركات ارضيه قويه جدا عشان الاخدود الافريقي العظيم فترتب على ذلك ارتفاع جبال البحر الاحمر وارتفاع جبال جنوب سيناء. دي بداية ظهورها أما قبل ذلك لم تكن هذه الجبال موجودة تماما بدأ يتكون عندي البحر الأحمر وبدأ تظهر عندي بحيرة صغيرة أو بركة صغيرة للبحر الأحمر شهدت مصر في عصر اليوجوسين عصرا مطيرا فتبع لنظرية الزحزحة القرية لفيجنر كانت مصر في عصر اليوجوسين قريبة من خط الاستواء والمناخ الاستوائي معروف أنه مطير طوال العام فشهدت مصر عصرا مطيرا فبالتالي ارض مصر بقى فيها سلاسل جبليه سلاسل جبال البحر الاحمر سلاسل جبال جنوب سيناء فيها امطار بتتساقط طالما في امطار وفي جبال لابد ان تحفر الاوديه والانهار فبنقول جرت على ارض مصر وحفرت على ارض مصر عدد كبير من الانهار في عصر اللوجوسين من 45 و55 مليون سنه ده الامر اللي جعل احد الدارسين آه الالمان واسمه بلانكن هورن قال لنا ان في مصر حفر نهر قبل نهر النيل، هذا النهر اسمه نهر جد النيل وكان يجري في الصحراء الغربية وكان مساره بيجري من اللوحات الخارجة ثم الداخلة ثم الفرافرة ثم البحرية، والدلتا بتاعته موجودة فين؟ موجودة في المنطقة ما بين اللوحات البحرية والفيوم، الدليل على كده يا بلانكن هورن كان بيقول الدليل على كده أن المنطقة اللي أنا رسمتها بالدايرة ديت اللي فيها رواسب الأليوجوسين هي منطقة يوجد بها حفريات للفيل الافريقي والخرتيت وفرس النهر ومثل هذه الحفريات ورواسب فيضيه لا تترسب الا في بواسطه نهر في دلتا فوجود مثل هذه الحفريات دليل على ان كان في نهر في الصحراء الغربيه وان هذه هي كانت دلتا وذكر بلانكنهورن ان جد النيل بدا في اواسط الايوسين ووصل عنفوانه في الالوجوسين واختفى تماما في المايوسين نتيجه لظهور نهر النيل الحالي في اواخر عصر المايوسين تعرضت نظرية بلانكن هورن للنقد من خلال أن لا يمكن للأنهار أن تحفر منخفضات مغلقة فإحنا عارفين أن النهر بيحفر وادي طولي له منبع وله مصب وله حفات من الجانبين فقط ولكن منخفضات الصحراء الغربية شبه مغلقة وخاصة من ناحية الشمال فكيف لنهر أن يحفر وادي وهذا الوادي أو منخفضات وهذه المنخفضات شبه مغلقة في الأماكن التي يتجه إليها علاوة على أن مناسيب عن المنخفضات تزيد بالاتجاه للشمال فالمفروض لو نهر بلانكنهورن او جد النيل بيجري من الجنوب للشمال فبالتالي المفروض ان منخفض الواحات الخارجه منسوبه اعلى من الواحات البحريه وهو وما يوجد هو العكس فمنسوب من قاع منخفض الواحات البحريه هو اعلى من منسوب منخفض الواحات الخارجه فكيف سيجري نهر من منطقه منخفضه الى منطقه مرتفعه؟ ثالث حاجه عدم وجود تكوينات نهريه في المنخفضات وعلل بلانكنهورن هورن اختفاء مثل هذه التكوينات الى قيام عوامل التشكيل الخارجيه وخاصه الرياح بازاله هذه الايه التكوينات وهو ما لا يمكن ان يحدث ان تزيل كل التكوينات خامس حاجه حدثت نتج عن الحركات الارضيه القويه التي حدثت في عصر اللوجوسين كسورات وصورانات بركانيه في مصر ترتب عليها خروج تفوح بازلتيه ادت هذه التفوح الى تحجر الاشجار الموجوده في شمال الفيوم كان في اشجار ترجع الى اشجار استوائيه الاساس الاصل وجذورها استوائيه فهذه الأشجار دخلت المحاليل السلكية في داخلها فأدت إلى تحجرها وبتظهر في شمال الفيوم كما توجد أيضًا في منطقة الغابة المتحجرة في القاهرة الجديدة في شرق في القاهرة وعدد آخر من المناطق ودي الصورة اللي قدامنا دي بتوضح أحد جذوع الأشجار المتحجرة في منطقة الغابة المتحجرة في التجمع الخامس أو في القاهرة الجديدة مساحة الصخور تكوينات في 1% فقط من مساحة مصر يعني ألف كيلومتر مربع، انواع الصخور صخوره تنقسم الى رواسب قاريه في معظمها رواسب نهريه وحفريات لكائنات حيه تعيش في البيئات غزيره المطر مثل الفيل الافريقي وفرس النهر والخرتيت، بالاضافه الى تفوح بركانيه بازلتيه لان حصل ثورانات بركانيه فنتج عن ذلك خروج تفوح اللافا البازلتيه وتراكمها على مساحات من الاراضي المصريه. توزيع الجغرافي بيوجد في شكل نطاقين، النطاق الاول يمتد الى الغرب من جنوب القاهره جنوب غرب القاهره وحتى الواحات البحريه والنطاق الثاني يمتد من القاهره وحتى السويس او قناه السويس وموجود فيه رواسب فيضيه يعني ترجع الى ترسيب نهري وحفريات تعيش في بيئات رطبه بالاضافه الى تفوح البازلتين العصر اللي بعد كده عصر المايوسين اذا ما نظرنا الى مصر قبل عصر المايوسين نجد انه لم يحدث غمر بحري في عصر اليوجوسين. وإنما كان البحر عند دائرة عرض الفيوم وإن مصر بدأت شرق مصر في الارتفاع وبدأ البحر الأحمر في التكون حفرت العديد من الأودية الأودية دي جافة حاليا وكانت أنهارا في الماضي في عصر الميوسين إيه اللي حصل؟ حصل ارتفاع في مستوى بحر تيسز فبدأ يغمر أجزاء من شمالي مصر وامتد ذراع من هذا البحر عبر منطقة برزخ السويس ودخل في البحر الأحمر فامتلأ البحر الأحمر بمياه البحر المتوسط أو بمياه بحر تيسيز الدليل على كده إيه؟ إن إحنا وجدنا حفريات للبحر المتوسط تقع أسفل حفريات البحر الأحمر فبالتالي ده دليل على إن اتصال البحر الأحمر ببحر المتوسط كان قبل اتصال البحر الأحمر بالمحيط الهندي استمرت حركة الرفع فزادت جبال البحر الاحمر ثلاث جبال البحر الاحمر ازدادت ارتفاعا ازدادت جبال جنوب سيناء ارتفاعا بدأ يتكون عندي خليج السويس شهدت مصر فترة مطيرة شهيرة جدا عرفت بالفترة البنطية فسقطت على مصر كميات كبيرة من الامطار قامت هذه الامطار باستكمال حفر الانهار الموجودة في الصحراء الشرقية وفي سيناء وفي الاراضي المصرية. وبدأت هذه الأنهار تتجه صوب الغرب مع الانحدار العام، والبعض الأخر يتجه صوب الشرق ليصب في البحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة. بدأت هذه الأنهار لظروف معينة تحفر وادي النيل في قطاعه الحالي. وكان يصب وادي النيل أو نهر النيل في داخل البحر المتوسط عند مدينة القاهرة أو شمال مدينة القاهرة. ونهر النيل الذي حفر في هذه الفترة عرف باسم نهر فجر النيل والذي أطلق عليه هذا الاسم هو الجيولوجي رزدي سعيد عليه رحمة الله المساحة مساحة عصر الميوسين حوالي 11.6% من عشرة في من جملة مساحة مصر أنواع الصخور معظم صخور عصر الميوسين هي صخور الحجر الجيري الميوسيني التي تتدخل معها الرمال والطين والجبس والملح بنسب قليلة التوزيع الجغرافي يتوزع في هضبة مرمريكا في شم... مرمريكا في شمال الصحراء الغربيه يتوزع ايضا في صحراء جنوب شرق الدلتا وفي منطقه قناه السويس وعلى جانبي خليج السويس وعلى طول ساحل البحر الاحمر في بقع متناثره العصر اللي بعد كده تكوينات عصر البلايوسين عصر البلايوسين هو اخر عصور الزمن الثالث حدث في عصر البلايوسين استمرار ارتفاع الاجزاء الشرقيه في مصر استمرار تكون خليج السويس والبحر الاحمر وجبال البحر الاحمر حدث ارتفاع في مستوى سطح بحر تيسز بمقدار موجب 180 متر عن مستواه الحالي فترتب على ذلك ان خرج زراع من بحر تيسز هذا الزراع غمر جميع المناطق التي كانت منسوبها منسوبها اقل من 180 متر فامتد الزراع ليغمر وادي النيل فغمر وادي النيل الذي حفر في عصر المايوسين غمر تماما في عصر البلايوسين بمياه بحر تيسس فاختفى نهر فجر النيل من الاراضي المصريه امتد زراع اخر من بحر تيسس عبر منطقه برزخ السويس وخليج السويس ووصل إلى البحر الأحمر فاتصل البحر الأحمر ببحر تيسيز مرة إيه مرة ثانية بدأ بعد كده في أواخر عصر البلايوسين حدث تراجع في مستوى بحر تيسيز تراجع تدريجي وانكشف وادي النيل ولكن حينما انكشف وادي النيل انكشف وهو ممتلئ تماما بالرواسب فكأن وادي النيل الذي حفر في المايوسين ردم تماما في عصر البلايوسين في بدايات وأواسط عصر البلايوسين. ففي أواخر عصر البلايوسين حدث أن تعرضت مصر لفترات مطي... لفترة مطيرة فسقطت الأمطار على الأراضي المصرية جرت في أودية الصحراء الشرقية فأصبحت هذه الأودية أنهار جارية بدأت تحفر نهر النيل مرة ثانية حفر نهر النيل القديم وهو ثاني نهر يجري لنهر النيل في مصر. بدأت دلتا نهر النيل في التكون والظهور نتيجة لانحسار مياه بحر تيسز ناحية الشمال مساحة تكوينات البلايوسين حوالي سبعة من عشرة في من مساحة مصر هي مساحة صغيرة للغاية توزيع الجغرافي حول وادي النطرون في أجزاء متناسرة حول وادي النيل خاصة في منطقة قنا وفي منطقة القاهرة في أجزاء متناسرة على ساحل البحر الأحمر وفي منطقة القاهرة وأجزاء متناسرة من القاهرة إلى خليج السويس بهذا نكون قد انتهينا من تكوينات الزمن الثالث والآن ندرس معا تكوينات ورواسب الزمن الرابع ينقسم الزمن الرابع إلى عصرين البلاستوسين والهولوسين عمر الزمن الرابع يتراوح ما بين واحد ونص إلى اثنين وثمانية من عشرة مليون سنة معظمهم يرجع إلى عصر البلايستوسين وعشر آلاف سنة بس هم عصر الهولوسين المساحة نحو ربع مساحة مصر فهو أحدث هذه الأزمنة اتسم الزمن الرابع بتعاقب الفترات الجليدية وبين الجليدية في العروض العليا بينما في العروض بتاعتنا العروض الوسطى والجافة تعرضت فيه لفترات مطيرة وفترات جافة فنجد أن مصر تعرضت لعدد من الفترات المطيرة وكانت فترات طويلة وعدد من الفترات الجافة وكانت فترات قصيرة في الزمن الرابع فترتب على ذلك جريان المياه في الأودية الجافة وجلبت هذه الأودية كميات كبيرة من الرواسب ألقتها في وادي النيل والدلتا ألقتها في السهول الساحلية وفي البحرين الأحمر والمتوسط في داخل المنخفضات الصحراوية بينما نتج عن الفترات الجافة استمرار حفر المنخفضات الصحراوية نشاط عملية التجوية، نشاط فعل الرياح، فالرياح نشطت بالنحت ونقل وإرساب، وحدث جريانات سيليه بالأوديه الجافه. اثنين لم تتعرض أرض مصر في لغمر بحري كبير، وإنما الغمر كان يوجد على الهوامش أو الأطراف الساحلية للأراضي المصرية. أيضا ترتب على كل ما سبق ظهور عدد من الظاهرات الجيومورفولوجية مثل المدرجات الفيدية الشواطئ البحرية المرتفعة بالعديد من السواحل في مصر. ينقسم الزمن الرابع إلى عصرين هما البلايستوسين والهولوسين وتنقسم رواسب هذين العصرين إلى رواسب بحرية ورواسب بحيرية رواسب فيضية أو نهرية ورواسب هوائية أو رياحية الرواسب البحرية وهي الرواسب التي توجد على طول سواحل البحرين الأحمر والمتوسط بتظهر في شكل شواطئ مرتفعة وشواطئ حالية شعاب مرجانية وسبخات عند رواسب بحيرية وهي الرواسب التي توجد حول البحيرات اللي موجودة في مصر مثل بحيرة البردويل المنزلة البرولوس ايدكو، مريوت أو حول بحيرة قارون وبعض البحيرات المتناثرة أو اللاجونات الساحلية والصور اللي قدامنا دي بتوضح بعض التكوينات التي ترجع إلى الزمن الرابع فدي شواطئ مرتفعة هي شواطئ كانت في الماضي حينما كان سطح البحر الأحمر أعلى من مستواه الحالي وسطح البحر المتوسط أعلى من مستواهم الحالي فكانت دي تمثل شواطئ هذه البحار ومع انخفاض البحر البحرين ووصولهم للمنسوب الحالي منسوب صفر ظهرت هذه الشواطئ مرتفعة أيضا عندي شعاب مرجانية مرتفعة شعاب كانت موجودة وتعيش في البحر ومع انحسار البحر نجد أنها ظهرت فوق على مناسيب أعلى من منسوب البحر الحالي عندي رواسب بحيرية تقع على مناسيب تصل لعشرين وثلاثين متر من منسوب البحيرات الحالية عندي رواسب نهرية وفيضية تتمثل في مدرجات نهر النيل والأودية الجافة، تتمثل في رواسب الدلتا ترجع معظمها في الزمن الرابع، رواسب وادي النيل، رواسب الفيوم، الرواسب اللي موجودة في داخل المنخفضات جميعها ترجع إلى رواسب فيضية ترجع إلى الزمن الرابع، عندي أيضا رواسب هوائية تتمثل في بحر الرمال العظيم الموجود بين مصر وليبيا، أيضا بعض الكثبان الطولية كما هو الحال في غرد أبو المحاريق الكثبان الرملية الموجودة في شمال سيناء الكزبان الرملية الموجودة في جنوب وجنوب شرق منخفض القطار ودي صور بتوضح الكثبان الرملية في مناطق كثيرة من الأراضي المصرية وادي كسيب وأخذ شكل الهلال ويعرف بالبرخانات كثبان طولية وهكذا بهذا نكون قد انتهينا من النقطة الثانية من الفصل الثاني ودلوقتي هندرس جزء من النقطه الثالثه وهي اقاليم مصر البنائيه. ماذا نقصد بالبنيه؟ البنيه هي عباره عن مجموعه العوامل التي تجعل قشره الارض تختلف بعضها عن بعض. فبندرس في البنيه عدد كبير من الموضوعات سنقتصر في دراستها الحاليه على الحركات الارضيه التي تعرضت لها الاراضي المصريه والطيات والصدوع. بيوجد في العالم ثلاث اقاليم بنائيه. هي إقليم الكتلة الصلبة أو النواة أو الدرع إقليم الحوض الرسوبي إقليم الجبال الالتوائي في مصر بيوجد إقليمين فقط هما الحوض الرسوبي والكتلة الصلبة ولا يوجد لدينا سلاسل جبال التوائية زي الألب وأطلس والهيمالايا وغيرها ولكن يوجد عندنا عدد من الإيه؟ من القباب أو الطيات البسيطة التي لا لا تعد سلاسل جبلية وإنما طيات بسيطة وتعد صدى لما حدث في بلاد الشام من حركات أرضية أدت إلى تكون جبال بلاد الشام وهي حركات التوائية ترجع إلى الحركة الألبية أو الإقليم هي الكتلة الصلبة أو النواة بتمثل هذه الكتلة الأساس الذي بنيت عليه الأراضي المصرية بتظهر في حوالي 10% من مساحة مصر وقلناها قبل كده في جبال البحر الأحمر جبال جنوب سينا تضاريس المبعوثة في جنوب الصحراء الغربية جبل العوينات بالإضافة إلى الجندل الأول وخانق كلبشة وهي وان تظهر فقط في 10% من الاراضي المصريه الا انها تظهر اسفل التكوينات الاحدث في باقي الاراضي المصريه فهي الاساس. بتتكون من صخور ناريه ومتحوله. تعرضت هذه الكتله للعديد من العوامل والعمليات السطحيه التي عملت على تخفيضها طيله الزمن الاول ومنتصف الزمن الثاني فانخفضت انخفاض شديد للغايه. تعرضت للغمر البحري في الزمن السالي الثاني في منتصف الزمن الثاني في العصر الكريتاسي. وفي عصر الإيوسين وفي عصر الباليوسين في الزمن الثاني الثالث ثم تعرضت لحركات أرضية عنيفة مع تكون الأخدود الإفريقي العظيم فأدت إلى تقصر هذه الكتلة إلى قسمين قسم يتمثل في شبه الجزيرة العربية والقسم الثاني يتمثل في سيناء وإفريقيا ثم تعرضت لحركات أرضية قوية أيضا أدت إلى تكون خليجي العقبة والسويس وتقصر الكتلة الإفريقية وانفصال كتلة جنوب سيناء او جزء من كتله جنوب سيناء عن الكتله الافريقيه. الاقليم الثاني وهو اقليم الحوض الرسوبي يعرف بالرصيف الرسوبي ويمثل 90% من مساحه الاراضي المصريه. تطور هذا الحوض من خلال العلاقه بين اليابس والماء فاثناء غمر بحر تيسز للاراضي المصريه تترسب صخور وطبقات رسوبيه ينحسر بحر تسيس فتظهر هذه الصخور والطبقات الرسوبيه. تتنوع فوقه الرواسب بين رواسب بحريه نتيجه للغمر البحري او رواسب قاريه نهريه او هوائيه نتيجه لفعل الرياح او فعل الانهار بيصل سمك هذه الرواسب حوالي 7000 متر وهو سمك كبير للغايه تعرض لعدد من الحركات الارضيه المصاحبه بعضها لتكون الاخدود الافريقي العظيم والبعض الاخر لتكون الجبال الالبيه في المايوسين الاعلى وطبعا لهذه الحركات ينقسم الحوض الرسوبي الى اقليمين هما الرصيف الثابت والرصيف المقلقل الرصيف الثابت ويقع الى الجنوب من دائره عرض 27 شمالا وعرف بالثابت ليه لانه تاثر بالانكسارات فقط ولم يتعرض لحركات طي او التواء بدرجه كبيره للغايه الصخور بتاعه صخور حجر رملي وتباشيري وطين وحجر جيري السمك بتاعه كبير للغايه يصل الى 1100 متر في المناطق البعيده عن صخور القاعده. اما الرصيف الثاني فهو الرصيف غير الثابت او المقلقل ويقع الى الشمال من دائره عرض 27 درجه شمالا عرف بهذا الاسم لانه تعرض لكل من الانكسارات والالتواءات او الطيات. الصخور بتاعته في معظمها صخور حجر جيري ورملي سمكها يصل الى 2500 هي سمكها اعظم بقى. 2500 الى 7000 متر في اقصى شمال مصر. بالنسبه للانكسارات في الرصيف الثابت تأثر بالانكسارات ومن أهم انكساراته انكسارات منخفض الواحات الخارجة، انكسارات جبال البحر الأحمر، انكسارات وادي النيل، انكسارات وادي قنا. أما الرصيف المقلقل فمن أهم انكساراته انكسارات منخفض الواحات البحرية وساعدت في حفر هذا المنخفض، انكسارات جبال البحر الأحمر وانكسارات جنوب سيناء. بالنسبة للالتواءات أو الطيات فنجد أن الرصيف الثابت لم يتعرض لحركات طي وإنما يوجد به بعض القباب الناتجه عن الانكسارات فبنسميها القباب او طيات السحب وهي ليست ناتجه عن الضغط والالتواء وانما ناتجه عن الشد والانكسار منها قبه ابو جلبانه اما عن الرصيف المقلقل فيوجد بها عدد من الطيات هذه الطيات تمثل صدى للحركات الالتوائيه القلبيه في بلاد الشام ولذا تعرف باسم الاقواس السوريه وبيوجد عندنا في مصر عدد كبير من الاقواس السوريه اهمها 15 قوس منهم 14 طيات محدبه وقوس واحد طيه مقعره هي مقعر وادي عربه ومن الطيات المحدبه طيات جبال شمال سينا الحلال والجدي والمغاره جبل برواش رواش قبه الحسنه موجوده على طريق مصر الاسكندريه عند 6 اكتوبر كده وقبه الواحات البحريه بهذا نكون قد انتهينا من اقاليم مصر البنائيه وسنستكمل في المحاضره التاليه المحاضره الثالثه الانكسارات والطيات ودورهم الكبير في تشكيل سطح مصر في نهايه لقائي ارجو ان اكون قد وفقت في شرح هذا الجزء لحضراتكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته